علشان نحمي نفسنا وبيوتنا من السحر والحسد هنعمل 4 حاجات. رقم 1، هنواظب على أذكار الصباح والمساء اللي واظب عليها سيدنا رسول الله كل يوم بعد العصر وبعد الفجر، دي مهمة قوي يا جماعة. حاجة تانية، هنشغل سورة البقرة في البيت، لأن سيدنا النبي قال كده: لا تستطيعها البطلة، البطلة يعني السحرة، لا يستطيع اختراق حصون سورة البقرة، وبتطرد الشيطان من البيت 3 أيام، فهنواظب على أن احنا نشغلها في البيت في السماعة أو في الكاسيت في البيت. تالت حاجة، هنكثر من ذكر لا إله إلا الله اللي بيطرد المخاوف من القلب وبيحرق الأفكار السلبية اللي ممكن تسيطر على العقل. رابع حاجة، هنواظب على آية الكرسي كل يوم قبل ما نخش ننام، ونحاول ننام على وضوء. وسيدنا النبي قال لسيدنا أبو هريرة: إذن لا يقربك شيطان. ومن هنا نلتزم بسنة سيدنا النبي اللي وصى بيها لحماية النفس من السحر أو الحسد. والله أعلم.